السلام عليكم، مساء الخير عليكم. كيفاش راكم في هذه الاجواء الحاره الصيفيه؟ نتمنى لكم يعني توحشتكم من الفيديو اللي فات ان شاء الله. اذا احبائي، نحبيت فقط نبدا الفيديو هكذا بهذه الخزانه الراقيه جدا، تري تري بيل ارموار، اون ارموار يعني دي خزانه جميله جدا راقيه في اخر اشياك، يعني حاجه تاع 2023 دو كلاس. شوفوا عندها لي زيتاجير، عندها يعني لي زيتاجير تاع القش، عندها وين تعلقي يعني لي تونو دي سانتر، يعني دو هاي كلاس شانيل افيك دو بورت افيك دو تيروار، يعني كبار افيك دو غران تيروار كبار. حبيت فقط نشاركها معكم، يعني حاجة روعة من الأناقة والشياكة، يعني العقوبة لكم إن شاء الله هكذا تشري حاجة شيك كلاس هاي. كما على بالكم لا يمن تحب تشري غير حاجة لا مارك ولا نقعد ولا ما نشريش. إذن هيلة، يعني فيك دو بوا، يعني الخشب الراقي يعني تاع 2023. نروحوا الى الان الى المشتريات تاع الاكل. اذا لهنا فقط نحب نشارك معكم هذا السكر. شريت ان باكي دو سوكر، سوكر كيما على بالكم ما نقدروش نستغنوا عن السكر. شريت لا ماكاروني، لا ماكاروني تاع البركه مليح ثاني فيك دي صوص تاعنا. شريت يعني ثلاث انواع، شريت غاريدو هذا تاع يعني نوع اخر. شريت الكسكس طعامي هذا يعني الموديل سيم مليح ان شاء الله لو مويان، بلاك ان شاء الله ندير كسكس. لهنا شريت اسكارغو، هذا الماكاروني اسكارغو ثاني مليح ثاني الاطباق تاعنا المتنوعه. كما شريت سباغيتي يحبوه كبار وصغار، افيك داكدا افيك دي صوص، افيك دي صوص بلونج، افيك دي صوص روج، كيف واحد كيفاش يعني يخدموا. لهنا كما اشتركت معكم هذه القهوه شيكوري، هذه القهوه يعني مكرمله، يعني عندها الكراميل وعندها القهوه، نحبها كثير هذه القهوه هكذا، يعني عندها واحد ذوق خي ما تقدروش يعني يعني تصوروا المذاق تاعها. لهنا شريت، شوفوا لهنا بالميزان شريت نواد كوكو الحلويات تاعي 10000، شوفوا 10000 بالميزان شريت 10000. سي بون ابي تشريو هذوك لي بيتي باكي بزاف، يعني سي شيخ 10000 شريت. لهنا شريت ماما لا فارين دقيق، ماما ثاني نحبها للاطباق للخبز تاعي للحلويات تاعنا. كيما شريت لهنا لابيل ثاني الزبده تاع لابيل نحبها كثير. الحميمصة تاع الكسكس وبليجي، الحميمصة يعني موالفة نديرها انا في الليل هكذاك، نرطبو في الليل هذاك اليابس، لكن اليوم شريتها هكذاك واجد. لو بيكين باودر لهنا ما يخطاش في البيت تاعي، لازم يكون عندي لافاني لو بيكين باودر الخميرة هكذا. لهنا مكعبات، يعني مكعبات المرق الدجاج و البقر. شوفوا لهنا لهنا الحليب تاع الكانديا نشرب به مع هذه القهوه، تجي لك يعني فور، يعني ان تري تري بون كافي اولي، يعني لي او كافي. لهنا ثاني كيما شريت قرعه تاع الفونتا، شريت لهنا لي زيبي، شريت الفلفل الاحمر، شريت التوابل، شريت لهنا الثوم الملحي، شريت هذا يعني التوابل هذا خاص للكسكس مليح، يعني يعني توابل مجمعه يعني مكمله للكسكس. لهنا شريت دي بتي غوتي كيما على بالكم، غدوه ان شاء الله الجمعه، جمعه مباركه للجميع. دي بتي غوتي هكذا نحبوا، هكذا نبداو صباحنا ما بتي غوتي. لاصوص طوماط عمور، هذا عمور نحبها مليح، يعني تخرج لك واحد لاصوص هايله هايله هايله. اذا يعني اشياء نحتاجها في يومنا اليوم في حياتنا اليوميه. هذا صابون تاع اليدين، صابون سائل اليدين بذوق مخيط، يعني بالليمون والنعناع هايل لليدين. ما نقدرش نستغنى عن المسواك الدونتيفريس بيان سور، مع الفرشاة تاعها، شريت هذه الفرشاة مليحة، يعني ماشي هذيك تاع السعني القاسحة، ماشي هذيك تاع اللينة، هذيك اللي السوبل، يعني هذه مليحة. كما شريت هذا لا صابونات لجمال المرأة، اللي تحب المرأة لجمال المرأة، لا صابونات هذه هايلة ثاني بالتفاح. هذه تاع الأواني، نرجعوا إلى الأواني، يعني شوف هذه اللفات تاع يعني تاع
يعني هيله هيله مع هذا الصابون تاع سائل تاع الليمون، يعني جاب بروموسيون، يعني يعني هبط شويه في البخي. شريته الصابون هذا تاع الاواني، كما شريت امير هذا نحبه الازرق، هذا لو بلو لاف سون امير، هذا عنده واحد الرائحه لوسيون ما نقولكمش، جيسبر ما نسيت حتى حاجه. كما شريت هنا الخضر، هنا كلي مع بالكم ان الخضر ما نحبش نشري بزاف في الصيف، ما نحبش نشري بزاف خضر، مين داك نشري. لهنا شريت بصل، شريت طماطم، شوفوا كيفاش شاده روحها الطماطم، شريت لي نافي اللفت، شريت لا كورجيت لهنا بالك ندير كسكس، ما نحبش قلت لكم نشري بزاف، من داك خلاص نعاود نشري. لهنا فقط شريت باكي تاع لاتيزان، لاتيزان ولا لويزا، كل واحد كيفاش مليحه هكذا في الليل. انا شاك سواغ ندير امبول هكذا تاع لاتيزان، يعني تهدي الاعصاب مليحه هكذا تشربيها. والاناقه الثانيه اللي تحب دير ريجي ولا حميه، هذه فقط حبيت نشاركها معكم، يعني مشترياتي فقط اليوميه. جيسبر كو فيزالي بيان، ابوني وحلويات واطباق ليمان وفلوغ، استنوني ان شاء الله. هذا دعاء جميل جدا في فيديو آخر إن شاء الله. جمعة مباركة للجميع.